الله يهديكم علينا السالفة. سد السي محمد، اهدر معك كمان. سد السي محمد، سد نادي الله وسد. يلا لا يجي عندك الدار نقدم. يلا يا سيد حاج نتغدى. يا شوف يا شريف، اجي عندك اصبر خاطر. نجيكم الدار اخويا، سير الدار. هو تسنى انت بوحدك ولا؟ لا ماشي بوحدك، الله يرضيك. لا لا الله يرضيك. يلا يعني احنا كل واحد يقرا. سير الدار، راه دابا معك هو المقدم وتقول ليه امتى غتسدوا، حيت داير الوقت قال 8 ولا 7 و... ها أرغب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم رزق صالح داعي جمعه المحمديه. كما تلاحظون فر حظر الجو بالمنطقة، ومازال المواطنين ما عندوش الوعي باش يفهموا بان شنو هو حظر الجو. ورغم ذلك تعليمات وزاره الداخليه بالامس في جميع القنوات الرسميه بان كاين واحد حظر الجو ابتداء من الساعه 6 يوم 20 جمعه، ولكن رغم ذلك المواطنين كما شاهد الشارع كله مازال كما هو. هذا نطلبوا من المواطنين يفهمونا هذه العمليه باش يقولوا بان حظر الجو مصلحتهم، مصلحة الوطن. نتمنى الجميع ان شاء الله يكون في تقبل هذه الدعوة.